عارف يا ياسين، انا عمري ما كنت عضو في اي حزب من الاحزاب، ولا عمري اتحسبت على اي طيار بعينه. قال الله وقال الرسول شغال، الدين لله والوطن للجميع برضه شغال، انما ايه اهم حاجه في الاخر؟ ايه معليك؟ المام، اكل العيش والصحه وراحه البال. والله يا حضرتك احنا كل يوم بنتعلم منك اكتر من اليوم اللي قبليه. عارف يا ولا ايه اللي ناقصك عشان تبقى محامي شاطر؟ ايه معليك؟ انك تلبس الجزمه صح. ايه ده انت فاكرني بهزر ولا ايه؟ وقف الضحك، انا بتكلم جد يا ولد. الجزمه دي عامله زي ما تكون قضيه، لازم تلبسها للقاضي من غير ما توجعه. تعرف هذا يا سيد انك انت كل يوم بتعجبني اكتر من اليوم اللي قبله. النبي صحيح يا باشا، النبي صحيح.